السلام عليكم. مهندس أحمد، الحمد لله على السلامة. هنبتدي وهو هيحصلنا. ايه الاخبار يا باشمهندس احمد؟ الحمد لله، الحمد لله يا باشمهندس. طيب ثواني افتح البرنامج واعمل شيرنج للسكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس أحمد، ازي حضرتك؟ جاهز يا هندسة؟ إن شاء الله. طيب في البداية بس أنا عاوز أوضح إن ممكن ناخد بكرة بدل يوم الاثنين، لان انا يوم الاثنين عندي كشف، بيبقى كشف شهري كده ومتابعة شهرية، والدكتور ما بيجيش غير يوم الاثنين بس. ف لو نفتكر كان الموضوع من الشهر اللي فات برضو احتجت ان انا اخد يوم الاثنين، فعشان كده كنا لغينا المحاضرة يوم الاثنين لما اتأخرت بره وانا راجع في الشارع. فبرضو هستأذنك ان احنا ناخد بكرة بدل يوم الاثنين، ممكن؟ تمام. طيب بسم الله، بسم الله. احنا كنا نهينا ليفل 1 في الأربع محاضرات الأولانيين، وابتدينا في المحاضرة رقم 5. ابتدينا في النقطة الأولى اللي هي كانت الفرق بين البرايس والبادجت أو البرايس والكوست، وبعد كده أخدنا تقسيمة الريسورسز عن طريق الريسورس كود. قلنا إني بقدر أقسم المشاريع عن طريق الـ EBS، بقدر أقسم الـ Stuff عن طريق الـ OBS، كل ده أشكال هرمية. بقدر أقسم الأنشطة عن طريق حاجتين اللي هما الـ WBS، وعن طريق الـ Activity Code.
اما بالنسبه لي الريسورسز فما فيش عندي غير طريقه واحده، هي وهي الريسورس كود. وبدانا نعمل الريسورس كود بتاعنا، وقلنا ايه هو الريسورس كود. الريسورس كود زي الاكتيفيتي كود بالظبط، هي طريقه لترتيب وتنظيم الريسورسز بتاعتي. الهدف منها ان انا اقدر افصل وارتب الريسورسز بتاعتي. وعملناها بمكان العمل، ادي مكان العمل، وقلنا ادي بالنسبة لمشروع شرم الشيخ هيكون فيه حاجتين او اتنين ريسورسز اساسيين، واحد يمثل لي البرايس او السعر، وده اللي انا بتعامل فيه مع الاستشاري، وواحد بتعامل فيه انترنال او حاجة داخلية، ودي بتكون بتمثل التكلفة. طبعا التكلفة المباشرة والغير مباشرة، واللي بتنقسم الى عمالة ومعدات ومواد ومقاولين باطن، دي انواع الريسورسز. طبعا مقاولين الباطن بيعتبروا من ضمن المعدات، سوري المواد، وهنشوف الكلام ده ليه بعتبرها مقاولين الباطن او البرنامج بيعتبرها من ضمن المواد. فاحنا النهاردة هنبتدي ندخل في شاشة الريسورسز اللي هو الامر رقم 3 group and sort لشاشة الريسورس. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الريسورس كود واسمه مكان العمل. محتاج اعيد تاني، اعيد حاجة تانية في الريسورس كود يا باشمهندس احمد، ولا كله تمام؟ طيب اغير بس اللاي اوت، افتح اللاي اوت بتاعنا. طب في اي مشاكل في بالنسبه لللاي اوت ده؟ ازاي اغير، ازاي اعمل اي حاجه؟ ادي ده برنامج كنا عاملينه امبارح ل مقاول مخصوص يعني بتاع حفر. هنقفله. وهنشتغل على المشروع بتاعنا. اهو. أعرض عمود اسمه budget total cost عشان اتأكد بس ان البرنامج ده مش متحمل عليه resources. ايوه اهو. في اي مشكلة مش واضحة، او في اي نقطة مش واضحة في اللي انا بعمله ده يا باشمهندس احمد؟ اعتقد ان احنا قلنا الكلام ده قبل كده، لو محتاجين في مراجعة ما عنديش اي مشكلة. تمام. هنبتدي في الجزء بتاع الريسورس. اقدر ادخل شاشة الريسورسز من هنا، من الدايركتوري بار، ده اسمه الدايركتوري بار زي ما قلنا قبل كده. هلاقي فيه علامة هنا اسمها resources، او من قائمة enterprise لانه من ضمن الانتربرايز داتا، من ضمن الانتربرايز
داتا. فاكر يعني ايه يا باشمهندس احمد انتربرايز داتا؟ يعني داتا ما اقدرش بالظبط كده، ما اقدرش انقلها على من جهاز لجهاز الا لما احولها لبروجكت داتا. تمام. طب ينفع احول الريسورسز من ريسورس من انتربرايز داتا الى بروجكت داتا؟ طبعا بعد ما اعمل لها اساين هلاقي حاجه اسمها ريسورس اساينمنتس، هلاقيها من ضمن البروجكت داتا اللي هي موجوده هنا اهي، موجوده هنا اهي. هلاقي الريسورس اللي انا هحمله على البرنامج المعين هلاقيه اوتوماتيك نزل على البروجكت داتا كريسورس اساينمنتس، يعني ريسورس من ضمن الريسورسز اللي معمول لهم اساين على المشروع ده. وفي الحاله دي اقدر انقلها من مكان لمكان او من جهاز لجهاز او انقلها مع المشروع. يبقى من هنا او من هنا، ادي شاشه الريسورسز. طبعا هنا اول حاجه هدخل اعملها ان انا هدخل امر جروب اند سورت وهقول له كاستمايز، و هقول له بالظبط كده شايف حضرتك ادي مشروع شرم الشيخ، وهشيل كل الاختيارات طبعا زي ما قلت ما عدا اللي تحت. تمام. يبقى ده مشروع شرم الشيخ او شرم الشيخ كومباوند، ادي السعر وادي التكلفة اللي انا بحط فيها التكاليف بالتفصيل. تمام. ده اللي قلنا هنشوفها في اخر محاضرة خالص هنعملها ازاي. احنا هنشتغل دلوقتي في المشروع اللي اسمه البرايس. عاوز اضيف ريسورس، فقدامي حاجة من اتنين، عن طريق وانا واقف في شاشة الريسورس استخدم اد، استخدم اد. بيقول لي ايه؟ بيقول لي عشان تضيف ريسورس لازم تفك الفلتر بتاع، تخليه الفلتر all resources. تمام. لازم تخلي الفلتر all resources. طب ايه الهدف من ده؟ ان انا ما يبقاش عندي اتنين resources ليهم نفس ال ID. شايف حضرتك هتلاقي هنا حاجة اسمها ايه؟ resource ID و resource name. النيم ممكن يتكرر انما الاي دي ما ينفعش يتكرر، فهقول له موافق. شايف حضرتك؟ خلينا نكنسل كده. عمل ايه؟ ادي جاب لي مشروع شرم الشيخ اهو، ونو مشروع شرم الشيخ فيها كل الريسورسز اللي انا ممكن اكون حاططها في الريسورس ديكشنري. ده كده اسمه الريسورس ديكشنري. واضح يا باشمهندس احمد؟ فدي هيكون فيها كل الريسورسز بتاعت الريسورس ديكشنري. في هنا هقول له لو سمحت ضيف لي ريسورس. تمام. طيب الريسورس ده انا هتعامل في الريسورس ده على انه زي ما قلنا ايه؟ برايس او سعر. تمام. يبقى هكتب برايس، وقلنا ده بيكون برنامج بسيط جدا.
كاي بي، والنيم بتاعه هيبقى بغيث. طيب هو ايه ليه انا عملت المشروع اللي فيه الكاش ان ده عملته على انه ريسورس واحد بس؟ عملته على انه ريسورس واحد بس عشان هو انا هعمل ريسورس واحد وهحمله على كل الانشطة بتاعت البرنامج بالظبط. الله ينور عليك يا باشمهندس احمد، تمام، هو ده بالظبط اللي بيتم. هحمله بالبي او كيو، فمش هحتاج ان انا اعمل لكل بند تفصيله او تفاصيله تحليله، يعني مش هحتاج ان انا احط خرسانة وحديد كده مع بعض يا باشمهندس احمد والكلام ده كله وطوب واسلاك مثلا ومعدات حفر والكلام ده كله، مش محتاج ان انا اعمل حاجة للكلام ده كله، اني الاستشاري او الكاش ان مش معتمد على اي حاجة من الكلام ده، معتمد على فلوس، وده برنامج بستخدمه ان انا اطلع منه الكاش ان، الكاش ان عشان طبعا اقونه بالكاش اوت وابتدي اوضب الاتنين مع بعض. فادي البرايس، فبيقول لي نوع البرايس او نوع يترسم، رسمت حاجة تانية الريسورس ده ايه، بايمنت مانجمنت بلان بالظبط، هي البيمنت مانجمنت بلان اللي هي الكاش فلو، المانجمنت بلان بيمنت هي الكاش فلو، بس البرنامج هنا بيخرج الكاش فلو مش مستخلصات، بيخرج الكاش فلو كحجم كده. اعمال، انت عارف حضرتك في فرق بين حجم العمل وبين المستخلص، تمام؟ حجم العمل اللي هو الاعمال اللي انا عملتها دي بكام، المستخلص اخصم بقى ضرائب، اخصم دفعه مقدمه، يبقى في البند الخصومات اللي موجوده عندك، زود تشوينات، الكلام ده كله الوحده، تمام. فهنا بيقول لي resource type، resource type عندي ثلاث انواع من resource type، تمام، اللي هم الفئه، البيبل او الليبل، نون ليبل، ماتيريال، ثلاث انواع. الليبل والنون ليبل، الليبل والنون ليبل دول ملهمش وحده قياس، وهنا يبقى فيه هي وحده قياسهم الاجمالي ديفولت التايم، يعني انا بعامل العامل او بحاسب العامل بالساعه اللي هي بتأدي هنا في الاخر الى يوم، وبفي هنا حتى لو بحاسبه باليوم متر مسطح، فانا في الاخر اليوم ده عباره عن ساعه 100 متر. نفس الكلام بالنسبه لي النون ليبل 20 جنيه خلي طيب. 10 جنيه لو العامل ده فبيبقى حاصل، لو العامل ده الاجمالي بيتعامل معايا بالمتر المكعب، تمام، يعني انا مثلا عندي، طب انا ليه عملت كده، طب انا عندي مقايسه جاهزه بنا انا ليه عملت كده البنا ده انا عندي مقايسه جاهزه اللي هو مقاول المباني، يعني او عامل مباني اهو، حتى لو هو عامل مش مقاول اهو، واخد مني انا مديله مقطعيه او مديله بالمتر المسطح او بالمتر المكعب، فلازم هنا بيتحول لماتيريال ونكتب ونمسحه، لان هنا الاثنين الاولانيين الليبل والنون ليبل لازم بالتايم شيت، طالما بدات ان انا ادخل معاه في تايم شيت، تمام، يبقى كده ليبل او نون ليبل، طبعا ليبل يعني بيبل، نون ليبل اللي هي الماشين او الاكويبمنت، ماتيريال اللي هي الماتيريال او السبلايز، اهو السبلايرز او السبلايز دول اللي هم طبعا الموردين او مقاولين الباطن،
فبمجرد ان هو ان انا بعامله بالمتر المربع او المتر المكعب او حتى لمسم بالمقطعية تمام، فهنا بيكون اتحول لي ماتيريال على طول، حتى لو اللي بينفذ الجزئية دي ليبل او نون ليبل. فهقول له ماتيريال، طبعا ده اوتوماتيك بالساعة وده بالساعة، هنا ماتيريال ماتيريال، فبيقول لي ماتيريال اختار لها اليونت اوف ميجر بتاعتها، يونت اوف ميجر بتاعتها. فهقول له حاضر، بس خلي بال حضرتك من حاجة، لما كانت ليبل ما كانش فيه يونت اوف ميجر، لما كانت نون ليبل ما كانش فيه يونت اوف ميجر، ماتيريال هي الوحيدة اللي ليها يونت اوف ميجر تمام. عندنا بقى ادي اليونت اوف ميجر بتاعتنا، اما بالايتش بالعدد، بالطن، بالدولار، بالمقطعية، بالمتر المكعب، بالطن تاني، بالمتر المسطح، وهكذا. فانا هفترض ان انا عاوزه باللينير ميتر، او هو المفروض ان انا بحطها ايجيبشيان باوند، المفروض ان انا بحطها ايجيبشيان باوند، او خليها بالسعودي ريال. خليها نشوف ازاي اعمل يونت اوف ميجر سعودي ريال بالريال السعودي عشان يطلع لي الكاش ان بالعملة او اليونت اوف ميجر بتاعته اللي هو الكاش بتاعه بسعودي ريال. واقول له next، يبقى ده resource type. وهنا بيقول لي البرايس بير يونت بكام، في الحالة دي طبعا انا بحطه بواحد. حضرتك عارف ليه انا بحطه بواحد؟ يا باشمهندس احمد، ليه انا بحط البرايس بير يونت بواحد؟ بحطه بواحد علشان ده في الاخر هيطلع لي كاش ان، زي ما قلت مش محتاج ان انا اعمل لكل ايتم من البي او كيو ريسورس، فبحط البرايس بير يونت بواحد وبضرب في اجمالي قيمه البند بالفلوس. يعني انا عندي البند، المقايسه بتبقى متقسمه كالتالي: البند، الفئه، الكميه، وحده القياس، الاجمالي. الاجمالي ده اللي هو قيمة او حاصل ضرب الكمية في الفئة. ادي البي او كيو، ادي مثلا اعمال الحفر، فبيكون عندي الوحدة بالمتر المكعب، دي الكمية، دي الفئة، ده البند عشان دي المقايسة اللي احنا هنشتغل عليها فعليا. نفس الكلام الإحلال، ادي الكمية، ادي الفئة، ادي الإجمالي. انا حطيت الريسورس بواحد عشان انا عاوز البند ده يبقى قيمة الفلوس اللي عليه تساوي الرقم ده، فهحط دول بواحد واضغط في الرقم ده هيطلع لي الرقم ده. واضح يا باشمهندس احمد؟ هحط دول كده بواحد
واضربه في الرقم ده هيطلع لي الرقم ده، هو هو نفس الرقم. واضح؟ طيب عشان كده بحط، عشان كده بحط البرايس بير يونت بواحد. طيب الديفولت يونت بير تايم دي هنشوفها في اخر المحاضره، يعني المفروض في المحاضره اللي جايه لما اعمل اساين. والماكسيمم يونت بير تايم دي برضو في المحاضره اللي جايه هنشوفها تفاصيلها بالظبط. وهنا الاوفيس فون او الايميل ادريس. هنا نيجي لحته مهمه جدا 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 اللي هي الريسورس كالندر. الريسورس كالندر باشمهندس احمد في حاجه، يعني ايه حرف الدي؟ انا مش فاهمه. لا يعني ايه دي؟ one day. انت حضرتك بتتكلم على الجزئية دي. لا هي ما بتبقاش كده، هو ده بيقول لك الديفولت يونت بير تايم. يعني ايه الديفولت يونت من بير تايم؟ انت حضرتك دلوقتي قلت له ان انا عندي اليونت ده او الريسورس ده مثلا عندي ريسورس وليكن حفر، تمام، ومديله ديوريشن 10 ايام وهم 1000 متر، يبقى الطبيعي ان انت تعمل في اليوم قد ايه؟ 100 متر. يبقى انا لو جيت اديت له هنا ديفولت يونت بير تايم 100، تمام، يبقى انا بديله 100 يونت اللي هي المتر مكعب بير داي، 100 متر مكعب بير داي. بس خلينا نشوفها احسن بالظبط، خلينا نشوفها احسن بكره عشان ما يبقاش فيه لخبطه. انا بحب ادي كل حاجه في وقتها عشان ايه ما يبقاش فيه لخبطه، تمام. وهنا الماكسيمم يعني اقصى عدد تقدر تضغط بيه عشان تقدر توصل له لما تضغط، تمام. يعني تقدر تعمل الطبيعي بتاعك 100 متر، هل تقدر تعمل 200 ولا لا؟ تمام، خلينا نشوفها ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ سلكت an existing calendar ولا create a new personal calendar for this resource، تمام. فاكر حضرتك اول محاضرة او تاني محاضرة، تاني محاضرة اتكلمنا عن ايه؟ عن الاكتيفيتي تايب. فاكر حضرتك الاكتيفيتي تايب كان من ضمن الاكتيفيتي تايبس مجموعة الديبندنت، فاكر حضرتك؟ وقلنا اخدنا منهم التاسك ديبندنت، وكان في نوع اخير، النوع الوحيد اللي ما كناش اخدناه كان اسمه ريسورس ديبندنت. فمجموعه الديبندنت دي كانت عباره عن تاسك ديبندنت وريسورس ديبندنت. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ تقدر حضرتك تفتكر؟ مش بالظبط، مش ما هو الريسورس هو الموارد. الديوريشن معتمد على الريسورس. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي
اكتيفيتي نشاط، نشاط مدته 5 ايام وحطيته تاسك ديبندنت وانا شغال 6 ايام في الاسبوع، فهو بدأ السبت هيخلص الاربع، سبت حد اتنين تلات اربع، مدته 5 ايام تمام. السبت واحد في الشهر هيخلص 5 في الشهر تمام. طيب الريسورس ديبندنت، الريسورس ديبندنت هو هو نفس ال التاسك ديبندنت، بس باختلاف ان لو الريسورس ده عليه بيرسونال كاليندر، بيرسونال كاليندر او كاليندر خاصه بيه، والكاليندر دي فيها ايام نون وورك، ايام توقف، يعني مثلا على سبيل المثال ريسورس هنصب خرسانه، والخرسانه ميعاد صب الخرسانه مش موجود او مش شغال عندي محطه الخلط الا يومين في الاسبوع، اربع وخميس مثلا، وميعاد الصب جه يوم السبت تمام. فبالتالي هيتأجل النشاط من السبت إلى الأربع. أو حاجة تانية، عندي نشاط تمام، النشاط ده بينفذه ريسورس تمام، مقاول، المقاول ده مرتبط في مشروع تاني ومش موجود عندي غير يومين في الأسبوع، والنشاط مدته 6 ايام، يبقى بدل ما النشاط هياخد اسبوع عمل هياخد يومين في كل اسبوع عشان يكفي الست ايام عمل بتوعه. مفهوم يا باشمهندس احمد؟ فهو هنا بيقول لك ايه، select an existing calendar تمام. ايه الاكزيستنج كالندر؟ اللي هي الكالندر اللي موجوده ديفولت، الديفولت كالندر تمام يا باشمهندس احمد، الديفولت كالندر. او كرييت ا بيرسونال كالندر، مخلينا ورا البيرسونال كالندر دي، فعمل لي كالندر، فعمل لي كالندر اسمها برايس واقدر اعمل لها ايديت اهي، وادي ورك ويك، ممكن اخلي الجمعه اجازه والخميس اجازه والسبت اجازه والحد اجازه، واقول له اوكي. يبقى كده الريسورس ده في حالة ان انا اختار، بس في الاول لازم اختار نوع الاكتيفيتي تايب ريسورس ديبندنت، هيجي هنا يحسب لي ال days او ال working days according to resource calendar مش الاكتيفيتي calendar. بعد كده بيقول لي auto compute actual، auto compute actual، auto compute actual دي هنشوفها واحنا بنعمل الابديت، دي مرتبطه بالابديت فانا مش هشرحها، اجلها للابديت تمام يا باشمهندس احمد. حضرتك كاتب لا، لا ايه يعني مش اوتو؟ يعني ايه مش اوتو يا باشمهندس احمد؟ يعني اشرح اوتو كومبيوت اكشوال يعني؟ تمام كده انا عملت
الريسورس اهو، وبالتالي بعد كده ابتدي اكمل الريسورس ديكشنري، ابتدي واحده واحده اكمل الريسورس ديكشنري اللي هو قاموس الموارد. اجي مثلا انا قلت ان انا لما باجي اعمل ريسورس بعمله عن طريق الاد دي، ممكن اقف على الريسورس كود، شايف حضرتك ده ريسورس كود، لو دوست انسرت اللي في الكيبورد بقى نزل لي منه ريسورس، بس نزل من غير ويزرد، نزل من غير ويزرد، شايف في فرق اللي هي العلامة الصفرة دي بين الريسورس كود وبين الريسورس نفسه. طيب تعالى نتعرف على الريسورس ديتيلز. طبعا احنا عارفين ان دي اسمها ريسورس ديتيلز اهي، ودي اسمها ريسورس قلنا ديكشنري. طيب اول حاجة بيقول لي الاي دي، نفس الداتا اللي كانت موجودة فبس بعيدها تاني او اقدر اعمل ايديت فيها، تمام. يعني مثلا هنا لو هنقول بنا ونخلينا نقول بيلدر، في حاجة حصلت يا باشمهندس أحمد، خدت بال حضرتك؟ هنا في الأي دي لما جيت كتبت اسم بيلدر قال لي لأ ما ينفعش، هخليها بالظبط. الله ينور عليك، قال لي عندك واحد اسمه بيلدر، فراح كاتبهولي بيلدر واحد، إنما في النيم مفيش مشكلة خالص أنا بحطه. هنا لو في اسم الشركة، التايتل، الإيميل، الأوفيس، هنا إن الإيميل ده لسه او الراجل ده لسه موجود او الشركة لسه شغالة ولا لا. هنا هو حط الكود لوحده، ده ايه؟ ده الريسورس كود اهو، لان انا واقف وقفت على الريسورس كود نفسه وحطيت اللي عملت انسيرت بيه الكيبورد. اقدر اغيره من هنا، ايوه اقدر اغيره من هنا اهو، اهو ايه ده مشروع شرم الشيخ، ودي المعدات اهو، شفت حضرتك يا باشمهندس احمد اهو من هنا، واقدر اخليه ارجعه تاني في العمالة، تمام. ماشي نكمل. ده بعد كده الديتيلز، الديتيلز دي بعد كده ادي الليبل وادي النون ليبل وادي الماتيريال، تمام. لما بدوس ماتيريال بيقول لي ايه؟ اختار اليونت اوف ميجر، فبقول له حاضر اهو يا عم، وليكن بالمتر المكعب، تمام. وهنا الكرنسي برضو هنشوف الخطوة اللي جاية على طول ازاي اعمل add unit of measure و add للكرنسي. بقول لي عندك اختار اهو، بس عشان انا بس كنت ضايف Egyptian pound ومثبتة مخليها هي دايما الديفولت، ف دايما بتنزل Egyptian pound على اي resource جديد. هنا بيقول لي ايه؟ اوفر تايم، شايف يا باشمهندس احمد بيقول لي ايه؟ اوفر تايم، بس مقفوله. ليه مقفوله يا باشمهندس احمد؟ ليه؟ لان الاوفر تايم ده للليبل او النون ليبل، الحاجات بالظبط الليبل او النون ليبل، فبقول له اوفر تايم ومثلا الساعة بساعة ونص، الساعة زيادة بساعة ونص،
وصلت يا باشمهندس احمد؟ وادي اليونت سوري نخلص بعد كده. وادي بعد كده ادي الكالندر، ادي الكالندر اللي احنا شغالين بيها او الديفولت اللي عندي. وادي لو انا عاوز اختار كالندر تانية من اللي موجودين، تمام. وهنا لو انا عاوز اعمل له كرييت كالندر، اعمل له كالندر خاصه بيه. وادي الديفولت يونت بير تايم، وادي اختيارين اوتو كومبيوت اكشوال وكالكوليت كوست فروم يونت. هنشوف الاثنين دول مع الابديت. بعد كده الجزء ده برضو مهم جدا جدا جدا. ادي اليونت اند برايسز دي فيها، بدوس كده في اي مكان فاضي في الجزء الابيض ده واقول له ستاندرد ريت. تمام. فاكر يا باشمهندس احمد واحنا بنعمل بروجكت في الاول خالص، كان في حاجه اسمها برايس بير يونت، وكان الاختيار على ستاندرد ريت. وقلت ممكن ان انا اختار خمس اسعار. فاكر يا باشمهندس احمد؟ واحد من خمس اسعار. احنا قلنا ان الستاندرد ريت ده او البرايس بير يونت ده بيبقى واحد من خمسه لو نفتكر، صح؟ طيب وقلنا وقتها ان لما يجي الجزء بتاع الريسورس هنرجع ونشرحها تاني عشان تبقى واضحه. فانا دلوقتي هحط هنا ان ده الراجل ده ممكن يبقى سعره، او البند ده هيبقى سعره مثلا 30 جنيه، الساعة بتاعته ب 30 جنيه، تمام؟ 30 LE أو ليفر ايجيبشن بير اور. بير اور دي هو اللي اختارها عشان هو نوعه ليبل، تمام؟ ممكن أقول أحط إن أنا أقول لا ده أنا ممكن أجيبه بأغلى من كده، يبقى ده internal rate. او ممكن اقول ان انا هحطه باقل من كده، او ان هو هيبقى price per unit 4 اللي هو مثلا 27، تمام؟ يعني بختار واحد من خمسة، واحد من خمسة. فكرة يا باشمهندس احمد؟ وابتدي اختار على المشروع من بره. طيب انا ممكن اعملها كده في حاجه، وممكن اقول لا يا جماعه انا مش هعمل، انا هعمل كاش ان وهعمل كاش اوت، بس هعمل كاش اوت سريع. فاقوم واخد البرايس ده واحد ده، واقوم وانا عارف ان الكوست بتاعتي 80% من البرايس، يبقى ده 80%، واشغل مشروع برايس واشغل مشروع كوست. بس ده مش هيبقى كوست تحليلي، مش هيبقى كوست تفصيلي، واضح يا باشمهندس احمد؟ ده لو انا عاوز اطلع كاش ان وكاش اوت بسرعه، من الكاش اوت قلنا بياخد وقت طويل عشان ان انا اضيف الريسورسز دي كلها، واقوم مشغل برنامج على الستاندرد ريت، واقوم مشغل البرنامج التاني من قائمة المشاريع بره من هنا على الانترنال ريت اهو.
فاقوم رايح لقائمه البروجكتس واقوم واقف عليه وهقول له resources وهقول له انا عاوز ده يبقى بالانترنال ريت. يبقى انا هشغل برنامج على الانترنال ريت وهشغل برنامج تاني على الاكسترنال ريت او الستاندرد ريت. واضح يا باشمهندس احمد؟ بس طبعا الكلام ده امتى؟ بعد ما اعمل اساين للمشروع. اساين ل البرايس للريسورس اللي اسمه برايس على المشروع عشان ما اجاش عيد الكلام ده تاني. لما اطلع الكاش ان ممكن لو انا عارف نسبته بالظبط تمام اطلعه من اطلع الكاش ان عن طريق الحكاية دي بالظبط تمام. معايا مشوان احمد؟ ده لو انا عاوز اشتغل عاوز اطلع الكاش ان والكاش اوت بدون ما اعمل كوست كنترول على البرنامج ولا حاجه. طيب عشان انا حضرتك لازم تبقى معايا قوي في الحته دي. انا دلوقتي هنا هحط عندي برنامجين. قلت انا عاوز اطلع برنامجين، برنامج يمثل الكاش ان وبرنامج يمثل الكاش اوت. متفقين؟ تمام. برنامج الكاش ان قلت هحط فيه جنيه وهطلع سعر المقايسة توتال. هطلع منه سعر المقايسة توتال. دي فيها مشكلة يا باشمهندس احمد؟ معلش خليك معايا شوية، خليك معايا واحدة واحدة كده واكتب لي اه او تمام. خلصت انا الكاش ان ده وطلعته وكله تمام، المفروض بعد كده ان انا بعمل ايه؟ بطلع الكاش اوت. طيب الكاش اوت ده بيطلع ازاي؟ عن طريق التكلفه. عن طريق التكلفه ان انا احط بنود التكلفه تمام واطلع منها الكاش اوت. صح يا باشمهندس احمد؟ طيب انا مستعجل على الكاش اوت ده، يعني ممكن بنود التكلفه دي تاخد مني وقت طويل جدا، ممكن تاخد في مشاريع شهر وشهرين عشان احط الريسورسز دي كلها تمام. فما بعملش كده. انت حضرتك محتاج كاش اوت بسرعه، فبقوم عامل ايه؟ بقوم عامل واخد انا خلصت الستاندرد ريت وحطيت المشروع ده، فبقوم جاي هنا كده على قائمه المشاريع واقوم قايل له ده المشروع اللي هو كان بتاع البرايس كده اهو، نسميه برايس اهو، واقوم واخده كوبي واقوم حاطه بيست. بيقول لي طبعا عاوز كل حاجه، فبقول له ايوه. بس طبعا الحركه دي مش بنعملها غير بعد ما بعمل اساين للريسورس اللي اسمه برايس على الاكتيفيتيز عشان يطلع لي قيمه البي او كيو. واضح يا باشمهندس احمد؟ تمام. هقوم مشغل واحد ده هخليه ستاندرد ريت، واجي انا عاوز اطلع كاش بسرعه وهقول انا عارف ان التاني او الكوست بتاعتي عامه 80% من البرايس تمام. يبقى عندنا ده بتاع الكوست، هقوم كاتب عليه كوست اهو، وده اخليه انترنال ريت. لما اجي ارجع للانترنال ريت هلاقيه 8/10. يبقى المشروع التاني هيشتغل بالانترنال ريت
على المشروع كله، يبقى القيمة النهائية بتاعة المشروع، القيمة النهائية بتاعة المشروع هتطلع 80% من القيمة بتاعة المقايسة. قيمة التكلفة هتطلع 80% من قيمة البيع، يبقى أنا كسبان 20%. أو أقدر أغير النسبة دي على حسب كل مشروع وعلى حسب نسبة هامش الربح قد إيه. طبعا بيبقى معروف هامش الربح يعني، فأقدر أطلع الكلام ده بصورة سريعة جدا. تمام. طيب عندي حاجة تانية هنا مهمة جدا برضو، اسمها effective date. effective date ده من 1 يناير 2015 هيبقى ب30 جنيه، ده الستاندرد ريت، والانترنال ريت 35، وهنا 25، وهنا 27 price per unit 4 و 5 وهكذا. طيب ده effective date يعني من تاريخ حساب من 1 يناير حتى اخر العمر النشاط ده هيبتدي او هيبقى السعر بتاعه 30 جنيه. طبعا ده كلام مش منطقي، فبدوس هنا على add، بدوس على add، فبيقول لي ايه، نزل لي تاريخ النهاردة، او تاخد بال حضرتك النهاردة 10 اكتوبر، وبيقول لي من هتبتدي السنة الجديدة او هتبتدي تغيير سعرك من اول تاريخ كام. والله انا هقول له ان انا مثلا ان الراجل ده اهو من اول 1 يناير 2016 الساعة بتاعته بقت ب35 جنيه. يبقى لو المشروع واخد جزء من 2015 وجزء من 2016 واديت له، انا زودت له effective date من 2016 سوري من 2017، تمام، هيحسب كل وقت بوقته. يعني هيحسب الايام بتاعه 2015 زي ما هي بالسعر القديم، بمجرد ما يدخل في نشاط في 2016 هيحسب على 35، 2017 هيحسب على 40، تمام. بس في الحاله دي اللي قدامنا دي انا حاطط 2016 1 يناير 2016 لغايه الاخر، لغايه اخر المشروع. واضحة دي يا باشمهندس أحمد ولا فيها مشكلة عادة تاني؟ طيب تمام، يبقى ده كده بالنسبة لي الريسورس. طبعا في حاجة اسمها رول، بس رول مش برضو هي زي ريسورس كود كده، بس رولز هو الدور الوظيفي. يعني الراجل ده موظف في الشركة، موظف في الشركة يعني بيتعامل بالساعة او باليوم، تمام. هو ترتيب وتنظيم، نفس فكرة الريسورس كود بالظبط، بس الفرق ان هو بيشتغل على الليبر والنون ليبر بس. يعني لو جيت ادي هنا للليبر ده اديله اساين، اديله رول، طبعا هعمل فلتر من هنا واقول له اظهر لي اول رولز، هقول له ده مثلا ده فورمان، ده راجل بتاع مانجمنت، ده انجينير مثلا اهو، ده راجل انجينير، تمام. وده البرايمري رول بتاعه، ممكن يكون انجينير وحاجه تانية، مهندس ومحاسب مثلا، انت عارف مصر بتاعت كله، فاديله ان البرايمري رول بتاعه، واديله حاجه تانية ممكن ان هو مثلا يبقى
الكتريك يبقى البرايمري رول بتاعه ان هو انجينير بس في نفس الوقت هو مهندس الكهرباء لغاية لما يجيبه مهندس تاريخ. تمام يا باشمهندس احمد. فعشان كده مش بستخدم الرول لاني الرول ما بيشتغلش على الماتيريال، يعني لو عندي الريسورس ده ماتيريال مش هلاقي له رولز. واضحه؟ واضح يا باشمهندس احمد؟ تمام، الله يخليك. يبقى في تفاعل كده عشان ايه ما احسش ان انا حد وقع مني، مش انا وحضرتك اهو. برضه على فكره ممكن وانا واقف كده اعرض اعمده واعدل منها، يعني انا ممكن لو وقفت هنا على ده اعدل من هنا، تمام، او اعدل في الاسم من هنا، او اعدل في اقول من هنا، او اعدل من هنا، او يعني اقدر اظهر الاعمده اللي انا عاوزها. من هنا كده وتظهر لي واقدر اعدل فيها، يعني بدل الجزء اللي تحت ده. تمام. طيب وهنا نوت، يعني لو عاوز تكتب حاجه ان الراجل ده مثلا مرتبه كذا، وظيفته كذا، كان في لي كذا، كان جاي من شركه كذا، كان مرتبه كذا كده، يعني تبقى حاجه ليك انت كأي نوتس عليه، بس نوتس خليها كويسة الله يكرمك يا هندسة. ده كده بنفضل نمشي بنفس الطريقة لغاية لما نخلص الريسورس ديكشنر. تمام يا باشمهندس. طيب عندنا ايه بعد الريسورس ديكشنري؟ اعتقد اللي هي ال unit of measure والكرنسي، بس برضو نتأكد. ادي الريسورس تايب اللي احنا فهمناها، وادي الريسورس وريسورس ديكشنري، اليونتس او اليونت اوف ميجر والكرنسي. اليونت اوف ميجر والكرنسي، ازاي اضيف يونت اوف ميجر وكرنسي اللي انا بستخدمهم هنا؟ تمام، انا قلنا عاوزين نضيف هنا يونت اوف ميجر سعودي ريال، ادي من قائمه ادمن، من قائمه ادمن، واقول له ادمن كاتيجوريز، ادمن كاتيجوريز، وهقول له اخر حاجه تحت خالص اللي هي يونت اوف ميجر، يونت اوف ميجر، وهقول له اد. طبعا هستخدم السهم تحت دوت واقول له كده سعودي ريال. انا كاتب ريال كده صح يا باشمهندس احمد؟ الريال اهي. تمام. برضو العملة من الكرنسي. طب اعملها يعني يا باشمهندس احمد؟ خلينا نعملها عشان في نقطة بعد ان انا ازاي اخليها ديفولت. عارفها حضرتك ولا اعملها؟ طيب ازاي اخليها ديفولت؟
تمام مظبوط. من edit و user preferences وهلاقي currency. تمام. طيب ندخل على الجزئية اللي بعدها. assign resource to activity. عاوز اعمل assign للresource اللي انا عملته ده للactivity، وبكده هيتحول ايه من enterprise data لproject data. فبروح كده على شاشة الactivities، بروح على شاشة الactivities معايا باشمهندس احمد، وبقول له من construction. طبعا ده مشروع مدينة كبيرة ففيها حاجات كتير، احنا نشتغل على البيلدينج المرحلة الاولى. خلينا ادي الباك فيلينج. انا هنا بادئ بالباك فيلينج في الايرث وورك او في السويل وورك، لاني جميع اعمال الحفر والتسويات في جزء تاني او جزء لوحده. تمام. فالمشروع ده فيه اعمال الحفر مفصوله شويه، اعمال الحفر والتسويات. فهاجي هنا في اقف على نشاط الباك فيلينج، وهقول له اد ريسورس. اد ريسورس فلما هقول له اد ريسورس هيفتح لي الشاشة دي. طبعا دي شاشة الـ Resource Dictionary، اقسمها او اعرضها بالطريقة اللي انا عارض بيها، اللي هي Resource Code بتاعتي اللي هي مشروع شرم الشيخ. تمام. اشيل كل ده ما عدا الاخير. اهو كده انا ضفت ريسورس. تمام. ضفت الريسورس بتاعي اللي عندي. ادي البرايس بير يونت بتاعه واحد اللي هو الستاندرد ريت. تمام. طبعا لو كنت اخترت للمشروع ده انترنال ريت زي المشروع التاني كان هيظهر هنا 8/10 جنيه. وادي الريت تايب اللي هو الستاندرد ريت اهو اهو، بس هقول له لا عشان انا مش عاوزها. هنا البادجت يونتس. البادجت يونتس ليه 3؟ هنا المفروض البادجت يونتس، بادجت يونتس 30 30 بناء على اني بشتغل 8 ساعات في اليوم فين اهو، او 8 وحدات في اليوم 8 وحدات في اليوم
ضربها في 3 المفروض تطلع 24، بس علشان في اختلاف في الكالندر، يعني هنا الكالندر شغالة، الستون باركي شغالة 24 ساعة، تمام، فقال لك هتبقى هتحتاج 30 سوري شغالة 10 ساعات في اليوم، فهتحتاج 30 يونت من اللي هو الريسورس ده. انا قايله هنا الديوريشن 3 ايام، قايله الديوريشن 3 ايام، ف على 8 يعني 24، بس هو عشان انا شغال 10 ساعات مش 8، عندنا في المشروع ده شغالين 10 ساعات مش 8، فبالتالي بخلي 3 × 10 ب30 يونت. يعني على سبيل المثال 10 هنا، لو ضفت ريسورس كده هنلاقيها نزلت 100. واضح يا باشمهندس احمد؟ اهو هنا 25 × 10 هنلاقيها نزلت 250، تمام، وهنا السلاب اون جريد تمام. فهنا هلاقيها 30، هي دي بقى اللي انا بحط فيها القيمة الإجمالية بتاعة البند اللي هو ده 73,500. لا احنا عاوزين خلينا طيب ممكن نعمل حاجة ظريفة جدا، ان انا هعتبر ان البند ده بند حفر وردم، حفر واحلال وردم. عشان ما فيش عندي بند حفر وعندي في المقايسه بند حفر، فاحط ان البند ده بند حفر اللي هو القيمه القيمة دي، هاخدها احطها في البادجت يونتس. واضح يا باشمهندس احمد؟ طلعت القيمة على طول. ممكن اضيف بقى التانية اللي هي بتاعت من نفس الريسورس، ممكن عادي اضيف نفس الريسورس عادي، تمام، بس اضيف التانية اهو. هو هنا لازم احولها بس النمبر، عشان انا بحط هناك نمبر، لو جيت اخدها زي ما هي كده هيقول لي لا. اهو ده الاحلال، وادي البند التالت الردم، انا هاخده زي ما هو يا باشمهندس احمد وهحطه، هيقول لي لا، تمام، بيقول لي لازم يبقى رقم، تمام، فلازم احوله من هنا لارقام. بقوم محول العمود كله رقم، واقف كده على العمود كله ومحوله كله لارقام. واضح يا باشمهندس احمد؟ يبقى هنا البادجت كوست اهو حاصل ضرب ده في 1 طلعت 73,050، هنا 58,800، هنا 20,730 اللي هم مجموعهم الثلاثة دول 152,000. ادي 152,000 هلاقيها قيمتها اهي 152,800 اللي هو مجموع التلات ارقام دول. واضح يا باشمهندس احمد؟ وهكذا بقى على كل الريسورس، تمام. ادي مثلا نمشي مع بعض الخرسانة العادية كمان اهو،
ادي القواعد اهو. وادي الدكة العادية. انا عاوز اضيف ان لما بقف على ريسورس كده بيضيف عادي. طيب لما بقف على ريسورس كده واعمل اد ريسورس بيضيف عادي. طيب انا عاوز امسك مجموعه من الريسورس، بمجرد ما بمسك اتنين مع بعض اد ريسورس بتختفي، بس هلاقيها ظاهره هنا في الكوماند بار. يبقى لما عاوز امسك اكتر من ريسورس او مجموعه من الريسورسز عشان اضيف عليهم ريسورس معين، مش هلاقي الريسورس هنا، فبقوم واقف على اللي في الجنب ده. هو طبعا هنا زي ما حضرتك شايف ما اتضافش، لا بس هو في الحقيقه ان هو اتضاف اهو، نزل قدامي اهو. واضح؟ واضح يا باشمهندس احمد؟ تمام. اتفضل يا باشمهندس احمد معاك. تمام، ايه المشكلة؟ انت حضرتك تقصد الاسقف او الاعمدة. الاسقف او الاعمدة، صح كده؟ لا احنا لسه الخطوه اللي جايه على طول اهي الكاش فلو، ما خدناش لسه، ما اشتغلناش لسه على الكاش فلو. الخطوه اللي جايه على طول الكاش فلو، بس لو شرحت دي هضطر ان انا اشرح المحاضره كلها. تمام، فانا هنفهم يعني ايه كاش فلو بس مش هنعمله النهارده. تمام، هنفهم يعني ايه ده. تمام، ده اندرستاند، مجرد فهم يعني ايه كاش فلو. انما الكاش فلو ازاي اطلعه من البرنامج دي مش النهارده. تمام يا باشمهندس احمد؟ اتفضل. تمام، انت قصدك توزيع الفلوس على الشهور. بص يا باشمهندس احمد، بالظبط كده. بص يا باشمهندس احمد، لما اجي انا واقف مثلا هنا عندي دول، تمام، خلينا ايوه انا واقف اهو. يعني ايه كلمة كاش فلو؟ هو توزيع الفلوس على الديوريشن، توزيع الفلوس على التايم او على مدة المشروع. فاي مبلغ موجود عندي هيبقى لا يونيفورم، دي قصة تانية. فيها صدفة. يونيفورم
لا دي حاجة ليها علاقة بحاجة اسمها، هناخدها في المحاضرة السابعة، اسمها resource curve. resource curve، هل الresource ده ممكن يبقى الفلوس بتاعته في أول النشاط؟ يعني لو النشاط مثلا مدته شهر، قبل ما ابتدي النشاط اخد دفعة مقدمة، ولا على دفعات متساوية، ولا اخلص النشاط كله واخد فلوس كلها في الاخر؟ دي اسمها الريسورس كيرف، تمام؟ بس دي مش هناخدها النهاردة ولا بكرة، تمام؟ انا بتكلم في فكرة الكاش فلو بشكل عام. انا بتكلم في فكرة الكاش فلو بشكل عام. الكاش فلو بشكل عام، الكاش فلو بشكل عام هو اني هو توزيع للفلوس على النشاط، توزيع لفلوس النشاط، سوري، توزيع لفلوس النشاط على الديوريشن بتاع النشاط. يعني مثلا انا هعملها، بس حضرتك بس اعتبر ان حضرتك مش شايف. يعني هذا شو نسحمه؟ شايف الجزء الصغير اللي احنا عملناه ده؟ شكل الكاش فلو بتاعه ده اللي على اليمين ده، ده فلوس. سوري، الخط الاحمر ده هو الكاش فلو، بس طبعا عشان لسه ما كملش فلسه شكله ما ظهرش. اللي على اليمين ده ترقيم، ده 400 مليون، 320 مليون، 240 مليون، فده ترقيم تراكمي اللي هو الكيرف. الكيرف ده اسمه تراكمي. الأعمدة دي شهر، يعني أنا في الشهر ده 147,000 جنيه. الشهر ده 147,000 جنيه. الشهر ده اللي هو شهر 5، واحد فين 228,000 جنيه، بقى الإجمالي 81 مليون جنيه، تمام؟ الإجمالي 81 مليون جنيه، تمام؟ ده التالت ده، سوري، لا العكس، ده أول واحد ده كام؟ ده التوتال 147,000، وكميوليتيف التراكمي هتلاقي هو هيتقسم، مش مهندس أحمد، يعني هيتقسم بالتساوي على الأربع شهور. يعني نشاط مدته 4 شهور بمليون جنيه، هتلاقي كل شهر 250,000 جنيه، كل شهر 250,000 جنيه. هو البرنامج بيقسمها لوحده بالتساوي، وهو ده بقى مش صح. الصح ايه؟ الصح اللي انت عاوز تعدله هنعدله بحاجة اسمها الريسورس كيرف. واضح يا باشمهندس احمد؟ ما هو البرنامج حاطط، بيقولك انا مش كل الحاجة هوزعها بالتساوي، في انشطة او في حاجات ما بتبقاش بالتساوي، فمديلك نشاط تاني او فرايتي تاني انك تعدل الحاجة دي باستخدام الريسورس كده. واضح؟ بس دي مش النهاردة خالص، اهو دي في المحاضرة رقم 7، تمام؟ فنرجع تاني. ادي كمان هنا بالمرة القواعد 301
اخد الرقم كده كنترول سي واحطه هنا من غير ما ابص عليه كده، ويبقى عندي اتفضل عندي البلاطات والاسقف، فبعتبر ان ده ارضي وثلاثة متكرر، ارضي وثلاثة متكرر وروف، فبعتبر كل واحد منهم دور وروف نص دور، يعني اللي عندي ده اقوم واخد الرقم ده البلاطات دي تمام، واقوم اسمه على 4.5 كان اسمه على 3.5 هيطلع لي الرقم ده. تمام، وابتدي احط لكل واحد واقوم قاسم نفس الرقم اللي هو الاخير على 2 عشان اطلع الروف. نفس الكلام في الاعمدة. تمام، واضح يا باشمهندس احمد؟ كان مدة الأسقف لوحدها وغوف لوحده، هو المفروض طبعا بنسبهم، يعني بنسب كمية ده لكمية ده لأن أنا بتعامل في الفلوس، بس هو في الغالب يعني إحنا بنمشيها لأن ما بيكونش عندي حصر فعلي لسه، أنا لسه بعمل برنامج سكادول في الأول تمام، فبنسبها نص بنص. بعد كده بترجع بالظبط، بعد كده بترجع هو كان في الاول ادي واحد اربع ادوار اهو ونص اللي هو السقف تمام، اربع ادوار، لا دي مش المقايسة اللي انا شغال عليها، يعني انا بظبط المقايسة اللي انا شغال عليها على المشروع ده تمام، بس هي نفس الفكرة يعني تمام. الاولانية كانت ارضي واثنين، دي ارضي وثلاثة تمام. فطبعا مبقاش عندي حصر فعلي، فبيبقى بحطه كده بشكل مؤقت تمام، لغاية طبعا لما الدنيا بيبقى فيه حصر فعلي برجع اغيرها تاني في الاكتوال. تمام يا باشمهندس احمد؟ احنا كده وقفنا لغاية هنا بالظبط البادجت كوست، البادجت كوست الجزء اللي بعد كده ده كله اكتوال، الجزء اللي بعد كده ده كله اكتوال، وهنا اهوت عندنا ادي الريسورس كيرف عشان نبقى عارفين، بس هنشرحه ان شاء الله بوقت تاني تمام. ان شاء الله ممكن بكرة نكون على الساعة 8 خلاص، ان شاء الله بإذن الله بكرة على الساعة 8 عشان بيبقى عندنا كشف في المعهد يوم الاثنين، فممكن اتأخر، وممكن بعد كده نبقى نمشيها يعني حد وثلاث وخميس، يبقى ايه رأي حضرتك؟ الله يكرمك يا باشمهندس احمد، ربنا يخليك يا رب. طيب خلاص ان شاء الله نتكلم بكرة، وانا جهزت فيديو كويس كده
هبتدي احطه. هو فيديو مثال، كان في ناس طالبة مني على الصفحة مثال لأونلاين كورس، فحطيت جزء مقدمة وجزء من الكلاس اللي فات. تمام، ده هحطه دلوقتي، لسه مخلصه قبل الكورس بدقايق يعني. والمحاضرة ديت هنزلها، هبعتها لحضرتك ام بي 4 يعني بالصيغة اللي بتفتح عادي على طول ان شاء الله، بإذن الله اول لما احملها على طول يعني، ماكسيمم بكرة الصبح ان شاء الله. لا عشان بس يبقى مع حضرتك كل الداتا يعني، ممكن تحتاج ان انت ترجع في اي وقت لاي محاضرة. لا انا هتلاقيهم مترتبين يعني من 1 لـ 8 هتلاقيهم مترتبين اسمهم ليفل 1، من 1 لـ 8 تلاقي لكتشر 1 لكتشر 2 لكتشر 3 وهكذا. دول هتلاقيهم من 1 لـ 8 يعني، دول هتلاقي اخر 8 هم دول اللي اشتغل عليهم. بعد كده هتلاقي مكتوب محاضرة رقم، تلاقي كلاس 9 لكتشر 5، كلاس 9 لكتشر 5 ليفل 2، دي المحاضرة اللي فاتت. والنهاردة كلاس رقم 10 لكتشر 5 ليفل 2. واحنا ماشيين كلاسات و بالليكتشرز. تمام، فمن اول المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت وانا غيرت يعني، خلصنا ليفل 1 وانا كتبت المسمى، غيرت المسمى خليته ليفل 2. ما انا شغال فيها يعني، شغال في الاثنين، شغال في الاثنين. هي في محاضرة اوريدي موجودة كانت على اللينك في البوست اللي كان حجزنا من عليه على صفحتي على الفيس، كان في محاضرة او في جزء بيغطي المحاضرة الاولى والتانية، وقلت لحضرتك نزله، هتلاقيه على صفحتي، الصفحة الاساسية يعني. تمام، ده مجرد اعمله داونلود وانا ان شاء الله بكمل في الموضوع. تمام، ربنا يكرمك يا باشمهندس احمد، والف سلام عليك مرة تانية، تصبح على خير يا باشا، السلام عليكم.